نيسان وحرب النجوم. يهدف الإعلان التجاري الجديد لنيسان إلى إثبات قوة روج اللي هي معروفة عندنا. السيارة هذه روج معروفة في أمريكا، لكن في الشرق الأوسط معروفة باسم إكستريل في معركتها في خلال المجرة البعيدة، من خلال وضعها في وسط المعركة بين الإمبراطورية وفريق المتمردين عليها. يظهر الإعلان بتقنية سلامة السائق المتوفرة على السيارة الكروس أوفر، وفي الوقت نفسه تروج لروج ون قصة حرب النجوم قبل العرض الأول في 16 ديسمبر في أمريكا. هنالك نسخة مدتها 30 ثانية تعرض على التلفزيون للمرة الأولى في 31 أكتوبر، وثانية مدتها 60 ثانية تعرض في صالات السينما. يتضمن الإعلان التجاري لمحات من بعض الآلات المفضلة من حرب النجوم مثل التاي فايرز والإكس وينجز في الهواء، بينما تتصرف ATST بقسوة في جميع أنحاء الأرض. إذا شاهدت الجماهير هذا الإعلان حيشاهدوا روج ون قصة حرب النجوم والمزيد حولها. تقدم نيسان أيضا روج 2017 روج ون حرب النجوم ليميتد أديشن في معرض لوس أنجلوس للسيارات. لم تكشف الشركة عن سيارة كروس أوفر خاصة، لكن يمكن للمشترين الحصول على نسخة طبق الأصل من الديث تروبر كاملة الحجم مع كل وحدة. وقد تحصل روج اللي هي إكستريل حرب النجوم على عناصر تصميم أخرى مستوحاة من الفيلم. وعلامة نيسان هي واحدة من بين 5 علامات تجارية تعمل وتشتغل مع اللوكاس فيلم للترويج للفيلم الأخير من أحداث حرب النجوم، مع شركات مثل دوراسيل وجنرال ميلز وجليت وفرايزن. تروي روج ون قصة فريق الراجتاج اللي يسرق خطط نجمة الموت. هذا الحدث هو جزء أساسي لأنه يسمح بتدمير المحطة الفضائية العملاقة في الجزء الأخير من الحلقة الرابعة. بعد نجاح فيلم حرب النجوم اللي هو The Force Awakens العام الماضي، قد يحقق هذا الفيلم نجاح باهر جدا هذه السنة. وبهذه المناسبة دشنت اليوم نيسان سيارتها اللي هي ستار وورز روج، أو زي ما يسموها عندنا في السعودية إكستريل.